الشباب الذين لم يتزوجوا والفتيات اللواتي لم يتزوجن. كلمة لأحد العلماء في موضع آخر، في موضوع آخر، كان يقول: يخشى عليهم ويخشى منهم. إلا من شذ، الشاذ اللي جدا إيمانه قوي، اللي جدا يتمكن يتحكم في شهواته، هذا قليل. ولكن الشباب الذين لم تحصل لهم هذه الحاجة يخشى عليهم ويخشى منهم، يعني هذا وجود خطر على المجتمع وخطر على نفسه. وإذا تراجعون الفقه تشوفون أكو هنالك لفتات دقيقة. مثلا من اللفتات، اللفتات متعددة في الفقه. إحنا نظن أن الطفل إذا صار بالغ يجب على المرأة أن تتحجب منه. لا، راجعوا الكتب الفقهية، راجعوا العروة الوثقى في باب أحكام النظر. الطفل إذا صار مميز يعني يفهم، أكو هنالك وقت محدد للتمييز؟ لا، الأفراد يختلفون. ربما الطفل في عمر 4 أعوام يفهم. الرسائل العملية تقول يجب على الأحوط، هذا احتياط وجوبي، على المرأة أن تتحجب منه، لأن هذا بدأ، عندما بدأ بالتمييز بدأ ضغط هذه الحاجة. هذا بعد نظرة، مو نظرة طبيعية. الطفل الذي لا يميز لا يفرق بين الرجل والمرأة، ماكو فرق. ولكن إذا وصل إلى مرحلة التمييز بعد نظرة مو طبيعية، وربما في بعض الأفراد تبدأ هذه الحالة من عمر 4 أعوام. أكو أفراد على كل حال يبدأ فيهم هذا الشعور من هذا العمر، فكيف إذا صار عمره 10 أعوام؟ فكيف إذا صار عمره 12 عام بعد مو بالغ؟ الرواية تقول، هذه لفتة ثانية، أنه يجب على المرأة أن تتحجب على الأحوط الوجوبي إذا الطفل أصبح مميز. اللفتة الثانية، إذا أكو بنت أجنبية، يعني مو بنته مثلا أو أخته أو عمته أو خالته، لا، أجنبية، بتعمة مثلا، بتخالة، هل يحق للرجل أن يقبلها أو يضعها في حجره؟ الجواب، إذا أتى عليها 6 سنوات يحرم، راجع العروة وراجع الحواشي، يحرم عليه أن يقبلها ويحرم عليه أن يضعها في حجره. هاي عمرها 6 أعوام فلتكن. ولكن هذا العمل يوجب تحريك المشاعر، مو فقط تحريك المشاعر لدى هذا الرجل، لا، حتى لدى هذه الطفلة. ولذلك الشارع يقول حرام هذا العمل. طفلة عمرها 6 أعوام، هذه المشاعر بدأت فيها بالاستيقاظ. الأب يشوف أنه ابنه عادي يجي يتغدى على المائدة ويروح، هذا في داخل بركان أكو، هذا في داخل اضطراب، هذا مثل إنسان جائع ما يدري شنو يسوي. إذا مؤمن يجب أن يضغط على نفسه، وإذا مو مؤمن يروح بعيدا عن أعين أبيه وأمه وإخوانه ويدخل في خطوط الانحراف، اللي الآن خطوط الانحراف أصبحت جدا خطيرة. هذه لفتات،
هذا إنذار خطر، هذا عندما شوية كبر هذه المشاعر بدأت فيه بالتيقظ، هذا يحتاج إلى علاج. ولذلك في الحديث اللي احنا ما نعمل به أبدا، من سعادة المرء، يعني خلافه هذا من الشقاء، أن لا تطمث ابنته في بيته. الطمث عادة ربما يكون في عمر 14 عام، في عمر 13 عام، يعني قبل هذا يخرجها من البيت إلى بيت زوجها. الآن إذا هذا مو ممكن، مو مقدور، لكن مو هذا التأخير إلى 30 و25 و28. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.